جم يباركوا للحجوجة اللي هتكمل 61 سنة، لقوها متمردة. أعمل لهم إيه وأقول إيه غير اللي قلته؟ الاتفاق تم، ولا في روحانيات، ولا المفروض أسمع كلام زي الله يهديكي يا حاجة أمينة، ما تشوفي شخير إيكي. هي صحيح بلدي شوية، وبنت مبارح كمان تقول لي ليه كده يا تيتا، وأنا أعيد وأزيد خلاص مفيش رجوع. ورجوع لإيه والمين أصلاً؟ وتوبة من إيه؟ ما أنا زرت البيت وهناك عرفت إني عمري الجاي حيبقى من غير ما أعبده ولا أدعيله ولا أستغفره. حمشي كده اللي فاضلي من عمري، يسموني بقى زي ما تحبوا، قولوا دي ملحدة، دي خرجت عن الملة، دي معرفش إيه. خلاص خلاص مش فارقة، ولا حاجة فارقة. هو أنا كنت دخلت أصلاً عشان أخرج؟ لا لا، سيبوني أخد قراري وانفصل عن زمانكم. مين عارف، مش يمكن هو عايز كده؟